أنشطة الجمعية هو نشاط الكمبيوتر لأهمية الكمبيوتر بالنسبة للمبصر والكفيف. فعندنا قسم الكمبيوتر اللي ماسكه كفيف وبنعمل دورات بنعلم المكفوفين وضعاف البصر إزاي يستخدموا الكمبيوتر. كمان عندنا في القسم دوت برضو استخدام الموبايل، والموبايل ده سهل للمكفوفين حاجات كتير جدا بيستخدموه استخدامات مختلفة. في عندنا برضو في ناس بيجيلهم مثلا مرض وهم في سن كبير بيفقدوا بصرهم، فبتبقى الأزمة بالنسبة لهم إن هم مش عارفين يتواصلوا مع الناس خالص. فإحنا كل اللي بنعمله إن إحنا بنطمنهم إن أنتم ممكن هتتواصلوا، حياتكم مش هتختلف. أنا اسمي محمود الشيخ، التحقت بالجمعية هنا بعد فتح الجمعية بسنة. البداية بدأت معايا من قبل كده، من 2017 أنا بحب مجال التكنولوجيا عموما، يعني خلاص ابتديت عارف إن أنا على مرحلة معينة في ضعف البصر، فكان لازم إن أنا أشوف الأساليب أو المعايير اللي تخليني أقدر أفضل زي ما أنا، لأن الحمد لله رب العالمين أنا بتمتع بثقة في الله أولا ثم في نفسي. فقدرت إن أنا أدور وأبحث، فخدت كورسات كتيرة في القوات المسلحة وفي أماكن كتيرة في مجال الويندوز والأوفيس والبرمجة والصيانة والإنترنت. فلما جيت هنا واحدة واحدة ابتديت أدخل للمجال أكتر وأكتر، وابتديت أفيد زمايلي في إن أنا بقيت أدرب في المكان، قدرت إن أنا أدربهم على نظام الكمبيوتر بشتى الفروع اللي اتكلمنا فيها قبل كده. الفكرة كلها يا جماعة إن إحنا بنقول إن قارئ الشاشة بيحول الشيء النص اللي قدام مني اللي بتشوفه العين لشيء مسموع بالنسبة لي أنا، فكل ما بلمس الشاشة هو بيقرالي الحاجة اللي صباعي لمسها، لكن المبصر بيشوفها فبيروح يضغط عليها بصباعه فبتتنشط قدام منه. سواء كان بقى إن أنا مثلا لو على سبيل المثال عايز أفتح الفيسبوك، فعيني أول ما بتشوف الأيقونة بتاعته الشاشة بتاعت التليفون وبتشوف الأيقونة بتاعت الفيسبوك، فبروح تلقائيا بضغط عليها بصباعي. اسمي مصطفى محمد عبد الحليم المهر، اشتغلت مدرس في المعاهد الأزهرية الثانوية، مدرس لغة عربية. انا حاليا على المعاش، عندي 70 سنة. دلوقتي انا بخطب، عندي خطبة جمعة، فمحتاج القراية، فبحثت عن الجمعيات اللي بتعلم كمبيوتر. اسمي شيماء محمد، خريجة كلية آداب قسم لغة عربية. كورس الكمبيوتر فادني كتير جدا، عرفت ان انا اتواصل مع الناس، وطبعا بالممارسة الكتير والتدريب الكتير عرفت اتواصل اكتر، وحفظت لوحة المفاتيح برضو عن طريق الكورس اللي انا فيه. ساعدني ان انا قدرت احفظ لوحة المفاتيح، لان هي طبعا الحاجة الاساسية بالنسبة للكفيف بدل الماوس، بتتحركي بيها بالاسهم، ولما بتعوزي مثلا تفتحي حاجة بتدخلي بالانتر، فسهلت علينا كتير جدا، وبقيت اتواصل مع الناس وعن طريق برضو الموبايل بنزل عليه البرامج الناطقة، وبتساعدني كتير ان انا اتواصل. يعني زي ما شفنا المكفوفين خلاص مفيش اي حاجة بتوقف اي حد، ما شاء الله عندهم إرادة وعندهم عزيمة وعندهم مثابرة وعندهم ثقة وقوة مش موجودة في الناس العادية. ده حقيقي مها، وكمان عجبني انهم بيساعدوا الناس. يعني خلاص ابتدت حتى الجمعية، جمعية المكفوفين، ان هم اتعلموا وبيعلموا الناس كمان ان هم يعني يتغلبوا على قوة او فقد البصر. يعني ربنا يكرمهم، اللي بيعلم حاجة يليه في ميزان حسناته بإذن الله. صح.